خير حرفين انا ساكن في المطار ف شوفوا هذا فندق ثاني برضو اللي يبغى يسكن ينامنا كذا معايا سوي لايك شير سبسكرايب. خلاص خلصت من المركبة الفضائية حقتي. هلو 42 كيلو وصلت الفندق. الله حر. هذا الهوستل حقي هو لابدي. سألت التاكسي جود باي لابدي سألت التاكسي انه وش اسمه وش يعني لابدي معناه قال سليب جود انام كويس. خنخش سويت تشيك ان الحين اخذت لي هوستل اجرب. اوكي Today we have like pub crawl activity. If you would like to join us, okay. We'll start from 7 p.m. and it costs $699. So you can register at the bar. What is it about? It's a pub crawl. Like we, like a group of our guests, will go out to the club together. Yeah. Okay. A crawl is it to a club, right? Yeah. It's like we will start here first, like pre-game drinking, and then we leave to the crowds in Bangla Walking Street. Okay. If perfect. You like party, you should try us. Yeah, I will check. Yeah, I will think about it. Yeah, it looks amazing. Mm-hmm. Yeah. هذا مايك يا شباب تعرفت عليه بالهوستل. والله فاز علي هي ون مايك. Next time tomorrow I'll beat your ass. I'll win mate. As he told me that he's been playing ping pong for 10 years and I beat him. But eventually, show off, you will lose if you show off more. I'll show off when I won. Tomorrow is another challenge, okay? I actually need to watch your videos now, one sec. صار له يلعب 10 سنوات بالبينج بونج ف كسر راسي والله. Later, later. Okay, for you, good one, new one. How okay. much? This small one, big bind, this big bind. What of 850? How many minutes? 30 minutes. 30 minutes for you, big bind. Discount later. For you. Later, thank you. طبعا ابو حشد لي تور بكره. في ايلاند لكن الاجواء هنا خرافيه صراحه. مساء
مساج في كل مكان، كل مكان كل مساج. ابغى ادور لي اماكن شو اسمه تور سياحي، بس قالوا لي اللي هنا غاليه، فشوف اللي ورا ارخص. So, hello. بيسو. يا. خلونا نجرب الأكلة هذه. دجاج مع رز وخيار وسبايسي. طبعا بعد الغداء اخذت لي غفوه بسيطه وصحيت في الليل عشان اجتمع مع سكان الهوستل. هلو هاي نايس. شارع بنغلا. طلبت روبيان مع رز مقلي. أكلت نصها توي صورت. السكن عندي ناس، الغرفة صارت فل. اللي جنبي اسمه مايك، فوق اسمه مايك، بريطاني، فبرا هو لسه الحين، وانا جيت البيت والله خلاص فيت. المهم ما صورت كثير اليوم، لكن بكرة ان شاء الله حصور زيادة. لايك شير سبسكرايب يا شباب، سي يو. صباح الخير. طبعا صحيح بروح اخذ الفطور. مطار اليوم ان شاء الله، مطر غزير كل يوم صباح مطر، ما ادري شايفين مطر ولا لا، بس كل يوم مطر. يلا بينا، يلا 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 بينا يلا. بروح احجز لي تور على بي بي ايلاند وجيمس بوند ايلاند. هذا فطور توست اومليت سوسج، وهذا فاير ناجتس او حلو. هناك بس ملح. اعلانات مره كثير يا شباب. وصلت البيج بودا، راح اروح فوق انا. يلا. طبعا مطرت طول الصباح، مطر كل يوم مطر الصبح يا اخوان. ورب الاجواء عالمية، يعني ما ادري ايش اقول صراحة. الناس لطيفين، الاجواء حلوة. يا جماعة شيء خرافي وراي هناك. هذا بوكيت من فوق. لا
طبعا تقريبا نص ساعة من تحت او يعني 20 دقيقة الى عشان توصل بقبودة. لازم تدخل هنا ملعب طويلة يعني كلهم لابسين ملابس طويلة او الشورت يكون تحت الركبة احتراما للمعبد يعني. احتاج قهوة وربي احتاج قهوة نعسان. طبعا هنا تولع بخور لبودا وهنا هنا تدفع تقريبا تدفع هنا فلوس عشان يبنوا المعبد يعني. هذا كل اله كل يوم في اله. طبعا هذا إله يوم الأربعاء، هذا إله يوم الأربعاء في الليل، وهذا إله الثلاثاء، سوري الخميس، هذا إله يوم الخميس. طبعا كل إله له وضعية، اللي هي مثلا هذا وضعيته مدري كيف جالس على ركب متربع يعني، وهذا إله يوم الجمعة. طبعا تدفع له فلوس هنا، تحط له فلوس. الزبدة سووا لي لايك شير سبسكرايب، أهم شيء سبسكرايب لأن كثير من المتابعين ما يسوي سبسكرايب، تابع ويمشي. سوي سبسكرايب يلا بسرعة بسرعة الحين الحين ننزل على زر السبسكرايب اضغط. شوف المكان كيف يا جماعة. طبعا في المعبد هذا في 32 واحد 2 3 4 32 اللي هو راهب او فتدفع له تحط فلوس عشان صحته. وهنا طرق المديتيشن او تبي تقعد تسوي الحركات هذه عشان ايش تامل او حركات التامل الاساسيه. خلصنا الفلوق يا شباب، اشوفكم في الفلوق الجاي. لا تنسوا تسووا لايك شير سبسكرايب واشوفكم بالفلوق الجاي. يلا مع السلامة. هلا ندق الجرس. يا جماعة ربي خايف. يس.